سوي يا بسوي سوي ليش خمسة أربعة ظلت عليك، وكل واحد بالعراق عنده درزن مال فروخ عادي. نوب شو تقول له؟ تقول له يا بس انت هذا الطفل من جايبه يعني خاف يعني ما تقدر على مصاريفه، هو جابك بكل ثقة يا معود يجو يجي رزقه وياه، مو جاي لك من قطر جايب الكاس مال العالم جيب الكاس جيبه، جاي لك من دبي هو جاي لك عطور مباخر القد وين يجيب رزق قوي؟ الرزق من الله سبحانه وتعالى، بس لازم انت تأسس حياتك يا حبيبي. انت من حاط لك درزن مال الفروخ وضال عاير يظل يتر، وتروح للزواج شلون؟ والله اخوي الزواج متعب علاليك. طبعا علاليك حبي، لا انت بعدك ما بعدك حتى ما تعرف اسمها مخلف لك درزن، اصبر تعرف عليها بعد اخوك شوفها، يجوز تطلع مو صالحه للعيش، يجوز هاي انسانه ما تعرف تربى حتى نمله، اصبر قول يا الله قبل اقل شلون الفروخ. طب الغرفة ماتت تلقى أربعة وأغلب وعدهم غرفة وعدها مرات ينامون يموم، أصبر مو كله يا هذا في مال لا باي استلم هسا هذا شو تقول له؟ عارف القضية كلها والموضوع كله وجان التحامل، إيه حب أنا حامل حاليا بشهر الرابع إن شاء الله، بس آخر سنانة دزدك يا عال خاص. ايش بيكم طبعا أنا حامل مبروك نايس نايس، لازم شركة انستغرام لازم توفرون ميزة غير الحظر، ميزة اسمها كفخة الصحوة، واحد مو يكون ما صح يسوي بوم يصحى شبيك ضلعي شبيك في دون خشمك، شنو السؤال شنو التحامل ها؟